كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا ستضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف مدبولي أن صربيا ستكون بوابة لدخول البضائع المصرية إلى دول غرب البلقان، كما ستكون مصر بوابة لدخول البضائع الصربية إلى إفريقيا. نرحب بإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال الزيارة الحالية لفخامة الرئيس فوتيتش، والتي ستقوم أيضا بمضاعفة تضاعف التجارة بين بلدينا في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالقيمة الحالية البالغة 89 مليون دولار، وباعتبارها إحدى أكبر دول غرب البلقان. تمثل صربيا بوابة لدخول البضائع المصرية إلى المنطقة، بالإضافة إلى توفير مزايا وامتيازات أخرى من خلال مبادرات أخرى مفتوحة التي تسمح بوصول البضائع المصرية إلى صربيا دون قيود جمركية، وبالمثل يمثل لمصر أيضا دخول المنتجات الصربية إلى أفريقيا من خلال التجارة الحرة للقارة الأفريقية.